بالفولدر رسالتنا اللي خاف يطلع مجهول او هاي فكذا الله يملينا استبيانتنا بالفولدر موجودة يعني هذا يطول استاذ ستار يعني اراكم وثمنا واستفاد من عدنا السيرة الذاتية الأستاذ الدكتور الأخ أحمد عباس العادي التخصص العام رياضيات التخصص الرياضي أحصاء رياضي واحتمالية مشرف على رسائل الماجستير مناقش لعدد من رسائل الماجستير نشر أكثر من 20 بحث في مجلات محلية وعالمية رصينة حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم جامعة النهرين 1999 حاصل على شهادة الماجستير من كلية العلوم جامعة النهرين 2000 واثنين وحاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة التكنولوجية الإسلفاكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أن أرحب الأساتذة الأفاضل وطلبتنا الأعزاء. طبعاً موضوع كتابة البحوث ونشر البحوث العلمية حقيقة من المواضيع المهمة جداً واللي تحتاج من عندنا إلى استراتيجية وبعد نظر حتى نطلع نتيجة تتوافق ما بين انه انت تحمل بحر رصين وبنفس الوقت هذا البحر الرصين راح يقودك الى انه انت تنشر في مجلة محترمة في مجلة مرموقة ومصنفة بالتصنيفات المعتمدة. فالحقيقة ممكن انه يكون موضوع كتابة البحث الرسمي وموضوع أيضا النشر يعني أكو فكرة لدى أغلب الموجودين خصوصا من أساتذتنا الأفاضل لكن لا بأس من إعطاء بعض الملاحظات عن الموضوع وتبيان بعض الأشياء الأساسية لكتابة البحث وأيضا للنشر. مقدمة عن الموضوع كتابة البحث من المواضيع اللي ممكن أن تكون شاقة متعبة ومرهقة للباحث إذا ما كان يعرف الأساسيات واستراتيجية كتابة البحث وآلية كتابة البحث وطرق كتابة البحث والخطوات اللازمة والأجزاء اللي يتكون من هذا البحث. فالحقيقة يعني موضوع كتابة البحث اللي هو الأساس في عملية تقييم الباحث وجزء مهم من عمله خاصة مؤسسة التعليم العالي يحتاج من عندنا أنه ننظر له نظرة جدية وعميقة. بعض الأحيان الأفكار العلمية اللي تكون عندنا تكون أفكار علمية قوية وتكون رصينة وصحيحة وإجراءاتها صحيحة لكن بالأسف طبعاً أنا أتحدث عن البحوث العلمية اللي مكتوبة باللغة الإنجليزية يعني حصلاً لأن يعني عالمياً هي اللغة الأولى في كتابة البحوث العلمية. للأسف بالرغم من رصانة الفكرة وحداثتها وقوتها لكن ممكن أنه أنت من تنشر بحث في مجلة معينة مصنفة ترفض البحث أو يعني يتأخر عليك بسبب الريفيورز والإديتر للمجلة والتصحيحات وما إلى ذلك. فإذا لازم أهتم برصانة كتابة البحث بقدر ما أني أريد أطرح الفكرة الرياضية أو الفكرة العلمية اللي أنا جاي بها وهذا معناه أنه أنا لازم تكون عندي لغة صحيحة مكتوبة وهنا يعني even with groundbreaking research مع أنه البحث يكون رائد في فكرة حلوة لكن ممكن أن يتأخر في النشر أو ممكن طبعاً اللي هي هاي أسوأ حالة أنه يرفض وما ينجح يعني العصرية فنحاول هاي البرزنتيشن أنه نقدم بعض الأساسيات اللي تخص البحث بس طبعاً ما أعرف أحاول يعني أطلع اللغة. طبعا الفرق ما بين الباحث وما بين القارئ اللي هو عادة يكون من الاختصاص اللي ينشر فيه الباحث هو أنه الباحث يبحث عن أكبر كمية من نشر البحوث بينما القارئ يحاول أن الكواليتي مال البحث تكون عالية ويستفاد منها أكثر فائدة ممكنة. فحبيت انه اوضح هذه المعلومات. بعض
العناصر الأساسية لهذه التقديم هي الإثيكال إيشيوز. شنو هي الإثيكال إيشيوز؟ شوية راح نعطيك المعلومات عنها. نوعية البحث واللغة المستخدمة في البحث، الستراكشر أو الخطوات أو الأجزاء اللي يتكون منها البحث المنشود، مكوناته، وأيضا النشر للبحث. الإثيكال إيشيوز طبعاً في الحقيقة بعض البحوث العلمية اللي تتعامل مع يعني الحيوانات أو تتعامل مع مثلاً تحليل لصور أشخاص على سبيل المثال، وما إلى ذلك تحتاج من عندنا أنه يكون عندنا أكنولوجمنت داخل البحث في نهايته قبل الريفرنسز يدل على أنه أني أخلي مسؤوليتي أو أنه أني ماخذ الحقوق الرسمية للصور أو للبيانات للأشخاص أو حتى يعني للحيوانات اللي ممكن أن نطبق عليها قد اختبار معين. هذه طبعا المجلات الحقيقة الرسمية مستحيل تقبل من عندك أنه أنت تحط صورة واحدة لشخص إذا ما تكون أنت مسوي هذا الإثيكال إيشيو. إذا كان عالمياً طبعاً بالأساس إحنا ما هو مؤسسات ترعى الباحث ولا ترعى المؤسسة التعليمية اللي نشتغل بيها، عالمياً الموضوع يختلف. أنت من تكون أستاذ في جامعة تكون organization أو institute اللي يضمنك إنه أكو مبلغ ينحط لك في رصيد، هذا الرصيد أنت على أساس تنشر بحوث خلال العام الدراسي كاملاً. هذه تحتاج من عندك ايضا اكنولوجمنت، اعتراف بالجهه الداعمه لك. هذه الجهه لازم انت تخلي ايضا عنوان اكنولوجمنت، اعتراف بالجهه الداعمه، وايضا هذا الموضوع ينحط بعد الكونكلوجنز يعني بين الكونكلوجنز والرفرنسز. فايضا هذه واحده من الاشياء المهمه جدا اللي المفروض الباحث يخليها. بعض الاحيان اكنولوجمنت لمساعده مثلا من شخص معين، انا عندي فكره طرحتها وسويت البحث كامل، لكن انا مخططات اخذتها من شخص نصحني بموضوع معين، اذا كان الموضوع رياضي بالمعادله الرياضيه المعينه، اذا كان موضوع حاسوب بالموضوع اللي يشتغل عليه الباحث. المهم انه هذا لازم انا ايضا اخلي اعتراف يدل على الدعم من قبل هذا الشخص. الموضوع الاكثر اهميه والموضوع اللي هو فعلا يكون له علاقه بعمليه النشر في المجله العربيه المرموقه او المجله المصنفه تصنيف سكوبس او تومسون رويترز وما الى ذلك هي الكتابه. أرجع أأكد على هذا الموضوع اللي هو موضوع الكتابة، وأنه تكون الكتابة رسمية، أنها تكون خالية من الاستدلال مثل ما أشارت الدكتورة، ما يصير أبداً يعني من بداية البيبر إلى نهايتها. وهي نصيحة يعني باعتبار أنه إحنا جاي نسوي بحث تربيه، ما تطلع لي مشاكل، خذها قاعدة، حاول تكتب من الألف إلى الياء بلغتك أنت مهما تكون، حتى لو بيها ركة، لكن هاي ركة ممكن أنه تتعالج. مثلا اكتب البحث بلغة عربية وبعدين حاول بلغة إنجليزية وبعدين انطيه الشخص يساعدك في عملية تصحيح اللغوي مثلا للبحث. فهاي وحدة من النصائح أحسن من ما أنت تروح تختلس بعض الأشياء اللي هي غير ضرورية أو تشيل الفقر نفسها وتخليها ضمن أسف. أنا شايف كثير من الباحثين خصوصا يعني طلبات مقررة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه تلقى ناسخها للجملة، مخلي الجملة نفسها يعني للأسف هذه بعدين أيضا تطلع بالاستدلال وهو ما راح يستفاد من عكها. فيعني هذه لازم شوية يعني ندير بالنا من عكها. أنا الحقيقة ملاحظات هواية عن الـ structure عن الـ language والـ style، بس أنا يعني أروح للموضوع الأساسي اللي هو هيكل البيبر. شنو المكونات الأساسية لأي بيبر علمي أنت تريد تنشر؟ طبعاً أولاً العنوان، الأوترز المشاركين بالبحث، الأبستراكت
المستخلص لهذا البحث الكيوردز اللي يدل على المواضيع المستخدمة في البحث، المقدمة والمثود وما إلى ذلك الأشياء اللي تشوفوها بالجدول أمامكم. هذه الأجزاء الأساسية بلس ماينس ماكو مشكلة، ممكن إنه يعني بعض الأجزاء من السكشنز اللي موجودة هنا نشيلها، لكن المهم إنه نبين الغرض من كل موضوع. مثلا التايتل هو أصلا إعلان للبيبر، كل ما كان التايتل جيد كل ما كان التايتل واضح، الكلمات دي يعني بسيطة ومفهومة ويعني الباحثين متعودين انه يسمعوها او يقروها راح يكون التايتل الاعلام قوي لبحث يدل على رسالة العمل. بعض القراء شوف هنا بس اللي اقسم القراء شلون يقسمون، بعض القراء يجي يقرا العنوان، اذا عجب العنوان راح على الابستراك، اذا عجبته الابستراك راح على كل الفيبر قراها وقراها بعمق، بينما اجي على العنوان القى العنوان انه ضعيف بركه ما يدل على شيء مفهوم ولا هو الكلمات يعني بيها تكرار او بيها مفهوم واضح، يعني اترك البيبر كله، مع العلم يجوز الشغل اللي يكون داخله هو فعلا شغل رسمي. اوكي؟ فاذا مساله اختيار العنوان لازم تكون مساله مهمه، تكون واضحه، وايضا مساله الابستراكت. الابستراكت هو وصف لما انت عملته، وبعض الاحيان الباحث الجيد ما يكمل الابستراكت اول شيء، لا يكمل البحث ويكمل النتائج ويمتد استنتاجك وبعدين اخر شيء يخلي موضوع الابستراكت، لان هذا شيء جدا مهم ويدل على انه انت تسوي، فهي عرض للافكار من ناحيه الاقتراح لعمليه معينه، من ناحيه النتائج، من ناحيه العمليات المستخدمه او الطرق المستخدمه وما الى ذلك. طبعا الكي ووردز اكيد هذه واحده من المفاتيح المهمه اللي تدل على استخدامك للمواضيع المعينه، اذا كانت رياضيه، اذا كانت باختصاص حاسوب، باختصاص طبي، باختصاص بيولوجي، اذا ايضا هذه مهم انه اختار الكي ووردز بعنايه حتى تشير بشكل صحيح انه انا ايش جاي اشتغل. طبعا هذه هنا منطي مواصفات لكل سكشن من السكشنز اللي شفتوها بالجدول، التايتل مثلا describe the paper contents clearly and precisely as the advertisements of the for the article, don't use abbreviation and jargon. Okay. Good on that table, title. هنا انا منطي مثال عن حرفين من كتابة التايتل مختلفين، تنطيني poor title والثانية تنطيني better title أو أنه تنطيني good title. لو تلاحظون العنوان الأول مطول ممل بكلمات هواية وفريزز هواية، لكن هو بالنتيجة ما ينتقد وضوح للبيبر اللي أنا جاي أشتغل عليه، بينما الجود تايتل اللي تشوفوه أمام حضراتكم بالخط الثاني يكون مختصر، كلمات واضحة وتدل على الشغل اللي أنا يعني أشتغل عليه. طبعا الابستراكت ايضا لازم ما تتجاوز 150 كلمه، توضح المشكله، توضح الطرق، توضح النتائج، وتوضح الاستنتاجات اللي انت توصلت اليها، او توضح المقترح اللي انت تحب ان تشتغل عليه. بالاعتماد على الابستراكت وقراءه الابستراكت وارجع اكد على هذا الموضوع انه اني من اقرا ابستراكت ممكن هذا يوديني الى طريقه، يا اما اسد البيبر واقول هذا مو كوش بيبر ما يجيني، يا اما لا بالعكس اروح الى البيبر واقراه وحده وحده واقرا كل جزء من اجزائه ويعني استمر في قراءته حتى استفاد من عنده، لان يعني هذا الابستراكت دلاني على انه اكو قوه بالعمل. ايضا المقدمه فيها الحقيقه الكثير من الاشياء اللي لازم تتوفر، اللي هي مشكله البحث اللي انت تحاول انه تشتغل عليه، لازم تعرفها بلغتك، لازم تعرفها بشكل واضح، لازم تعرفها على الاقل ثلاث اربع فقرات،
كل فقرة تتكون من أربع أسطر توضح أنت الشكري تسوي شكري تبحث على شنو جاي تشتغل. أيضا للفيشر ريفيو لازم يعني تضمن هذه الانترودكشن. احنا عادة جماعة الرياضيات يعني الانترودكشن والفيشر ريفيو يكون من ضمن الانترودكشن، بينما في اختصاصات أخرى شفت انه لا، يعني ممكن انه الانترودكشن هي جزء خاص والليتريتشر ريفيو اللي هي الاعمال السابقه تكون في تكون في يعني سيكشن خاص. ايضا لازم نوضح اسباب اختيارنا لهذه المشكله، اسباب دراستنا لهذه المشكله، ايضا هذه توضح في المقدمه. لازم نختصر الريليفنت ريسيرش to provide context، واللي هي تشير ايضا الى انه احنا شنو الاختلاف ما بين عملنا والاعمال السابقه. ايضا هذه واحده من الاشياء الضروريه انه نبينها في المقدمه. ايش راح نسوي؟ هل احنا راح نسوي تمديد للعمل السابق ام احنا نريد يعني نسوي ميثودولوجي جديده او ترمينولوجيز جديده اللي هي تخص العمل؟ ممكن انه تحتوي على نتائج جديده، ممكن انه تحتوي على عمليات جديده او على طرق جديده، او انه اكو طرق ونتائج و يعني جداول هي موجوده في دراسات سابقه واني اريد اطور عليها او اريد احدثها او اريد اوسع مجال دراستها. فاذا كان لازم هذه كل من النقاط اخليها بالي في المقدمه. ما ادري استصعب ان استمر او يعني الوقت اوكي، فاذا بس اوضح هنا بس قضيه واحده. طبعاً بدءاً من بداية كتابة البحث وصولاً إلى الريفرنسز، إحنا لازم نهتم بأدق التفاصيل في البحث، واللي يعني نوصل لنهايته هو كتابة الريفرنسز. كتابة الريفرنسز أيضاً أهميتها ترى أبداً تقل عن أهمية أي جزء من أجزاء البيبر اللي أنا كاتبه. واحدة من الأشياء المهمة اللي لازم نأخذها بنظر الاعتبار، أنا لو أستخدم فقط مرجعين واشيل هذول المرجعين وتكون البيبر معتمد فقط على هذول المرجعين، فاذا انا المفروض ترى اخلي بس هذول المرجعين هم اللي اشير لهم واللي اكتبهم بنهايه البيبر. ماكو داعي اشير الى مصادر ما لها علاقه بالشغل على سبيل المثال، واللي هو للاسف اغلب الباحثين يسوونها انه يجيب مصادر لا لها علاقه بالشغل ولا توصلها لنوع العمل ويجي يخليها بالمصادر مالت البحث، وللاسف هذه حتى بالاستلام يمكن انه تسبب له مشكله. طبعا هنا ايضا ممكن يقال انا عن طريقه الكتابه مالت الريفرنسز، احنا طريقتي يعني مشهوره اللي هي هارد كور ريفرنسز ستايل، وهي تعتمد الابجديه بالكتابه، والطريقه الثانيه هي فانجو بير ريفرنسز ستايل، واللي هي تعتمد انه انت المصدر مثلا اول مصدر ادم اللي استشهدت فيه، فاذا تخليه رقم واحد، المصدر رقم اثنين اللي يجي بعده وهكذا، يعني يعتمد على الاستشهادات مالت الترتيبه. طبعا الجزء الثاني بعد ما انت تاكدت من انه انت كاتب بحث رسمي هو عمليه النشر، وهذه ايضا مو شغله سهله وتحتاج من عندنا عنايه باختياراتنا، باختيار المجله اللي نريد ننشر فيها، باختيار السكوب المناسب للسكوب اللي انا قاعد اشتغل عليه، لازم ايضا هذه يعني اعتني بها، واختيار ايضا حتى الناس اللي راح يعني تقرا هذا الموضوع. فمثلا على سبيل المثال انا اختصاصي احصاء رياضي واحتماليه، اذا انا من ابحث المجلات على الاقل ابحث عن المجلات اللي تحمل عنوان الاحصاء، تحمل عنوان البروبابيلتي، تحمل على الاقل المعنى العام اللي هو ابلايد ماثماتكس رياضيات تطبيقيه حتى اقدر القى المجله المناسبه. هنا طبعا انا ممكن اجيب مثال حتى ما اعطيكم اكثر بعد، ممكن مثال عن فايندينج ذا رايت جورنال. اكو طريقه كلش سهله وبسيطه
وممكن تكون مفيدة، وهي أن أنا تخصصي إحصاء وأريد أوجد المجلة المناسبة المصنعة طبعاً، واللي يكون يعني مجلة مرموقة مجلة جيدة عن طريق الويب سايت. فطبعاً هنا عندنا طريقتين اللي هي طريقة الجورنال فايندر السفير اللي هي هاي نروح عليها بس الويب سايت أقدر ممكن أفتحها وتشوفوها هسه، بس نضيف الوقت راح نتجاوز هالنقطة. إذا فتحنا هذا راح يوديني مباشرة إلى الصفحة، يعطيني عنوان البحث ويعطيني الأبسط رقم البحث. إذا كتبت العنوان والأبسط راح يطلع لي كل المجلات المحتملة اللي هي تهتم بهذا السكوب اللي أنا بشتغل عليه. والثاني طبعاً بنفس الطريقة بس يعني غير الويب سايت اللي هو سبرينجر أيضاً بالجورنال سجستر. طبعاً الأفتر سبميشن أيضاً واحد من الأشياء المهمة، واللي هي تتلخص في أنه أنت إذا قبل بحثك فممكن يعني واللي هي حالة نادرة أنه ينقل بدون تصحيحات، ممكن أنه تصير بمراجعة من الخطوة الثانية اللي هي تصحيح البيبر مالتك، والخطوة الأخيرة أنه ممكن يربط، وطبعاً هذا الربط يكون به العامل الأساسي 80% هو اللغة و 20% هي الفكرة العلمية اللي مطروحة. ف يعني أتمنى أن هاي المعلومات كانت مفيدة لحضراتكم، وشكراً جزيلاً لإصغائكم، وأتمنى يعني أنه المعلومات تكون مفيدة لكم. بالنسبة لطلبتنا اللي بالوقت يعني خلال سنتين ساحة يكونون ماجستير ودكتوراه، أو نحكي على اللي لسه كمل ماجستير ودكتوراه وعنده مشكلة البحث. إذا نحكي على الطلبة عندنا معوقين مهمين جدا، إحنا لو ما مضينا عيوننا عنهم شو إحنا باقين عنهم؟ اللي هي اللغة الإنجليزية وما قلت المنهج البحث العلمي. صح. يعني تخيل ماجستير تجي تعطي أكاديميك سكيل، تجي تشوف الأستاذ كاتب هاي دارك هاي مام. شو ذا؟ يعني من حقي أحكي لو ما يحقني مسؤولية رؤساء الأقسام يدخلون على المناهج، خصوصا مادة اللغة الإنجليزية، خصوصا مادة البحث، منهج البحث العلمي اللي تعطى مادة بائسة باللغة العربية. طيب هو حيشه باللغة الإنجليزية وأنا مطي مادة منهج بحث عندي باللغة العربية، شنو هاي؟ طيب ما له علاقة. يا ريت تصير اهتمام مادة منهج البحث العلمي باللغة الإنجليزية 4 سنوات تعطى للكليات نيو هيد وي كتاب دي 16 حرف يصير عالي، لكن ما يعطى بشكل صحيح. أما بالنسبة للباحثين في الوقت الحالي، صراحة عندنا أمية فيما يتعلق بالبحث العلمي شبابنا جدا. أنا إذا نحكي سنقول والله أكتب بحث رصين وجيد ولغة وستايل وما أدري شو. طيب هو يعني يعرف إنتي شو يكتب أبو ستايل؟ شو يكتب خلاصة؟ المفروض تصير لجان تيجي تعلم الباحث جاب الخلاصة تعلم مشكلة أول سطر البحوث السابقة إعداد ميثودولوجي 5 سطرين أنت بحثك. سطرين والنتائج 7000 من 4 أعطيك أبستراكت فيه جدا وكذا. شو ذاك شيء هيك لازم نحكيه. إحنا دائما نحكي عموميات ما ندخل بالتفاصيل. يا أنت وش عمل تدخل بالتفاصيل حتى الناس تتفاصيل. والله إحنا يعني ضربنا من النجوى إنه نحاول قدر الإمكان. لحظة أنت ما تكتب 10 سطر. لا خاطر نفسي لا هي فشي لازم نتكلم. أنت أول شيء خاطر نحن مقطع موجودين. بعد ما كملنا ما عندنا بس الشهادات التقليدية، الاستبيان قاعد ياخذ استاذ ستار بالارقام عند استاذ ستار. شفتوا بعض التوصيات؟ لا منتخبة.
خط اساسي سهل خط واضح ونعود خط انقاض. استثناء المقدمة والجانب النظري للاستدلال. بالنسبة لرسالة الماجستير ورقعة الدكتوراه تزويد طلبة الدراسات العليا ببرنامج الاستدلال للغرض فحص أجزاء الرسالة باستمرار. هذا أحد. إن شاء الله فين نجمعهم نبتدي ونصع به نية توسيعات للعمالة. يقول اعتماد أساتذة الاختصاص في فحص الاستدلال الفحوص والرسائل والأستاذ المحاورين هم المفروض استدلال أفضلين هالشيء. أيوه استدلال الأجهزة الأجزاء الأصلية فقط من البحث والرسائل أعطاء الأساتذة وطلب الدراسات العليا حساب الموقع الاستدلال. هذا يحتاج فلوس. أي هو هذا؟ زيادة عند الأوائل والأسم بالله هذا طبعا يعني في شيء مثل الرسمي الحساب ما تقدر وأنا يعني دخلت في يعني خلاص أشوف محتملين عليه ماكو شغل ماكو هذا بس هذا يحتاج إلى شيء رسمي مثل خبرتكم على مود إنه مثلا صار سويت استدلال الطالب وطلعت النسبة فهو يريد confirmation على مود يودينا للجهة اللي ما عندنا ما نعطي أي زيادة رسمية الاستدلال الموضوع أنا دخلت على كل الاختصاص. نعم، يجب أن يكون موجودة